مباشرة وسريعا عناوين وتفاصيل الأخبار التي جاءت في هذا النهار. صحيح، والبداية مع جلسة طارئة للمتابعة. والهدم يتهدد 50 منزلا في قلنسوة وآلة التدمير تعمل. وفي تفاصيل هذا الخبر، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا في بلدية قلنسوة بعد هدم منزلين صباح أمس لعائلة وردة من المدينة. وتأتي الجلسة في ظروف عصيبة تمر بها المدن والبلدات العربية في مواجهة آلة الهدم التي تضيق وتضيق على المواطنين العرب وتهددهم بالتشريد، وسط مماطلة في إصدار تراخيص البناء وتعطيل المصادقة على الكثير من الطلبات، وذلك بدعم وتواطؤ الجهاز القضائي الإسرائيلي. وقد فصل مهندس البلدية نادي التايه في الجلسة الإجراءات التنظيمية والتخطيطية التي تتعلق بالبيوت المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة والتي يبلغ عددها 50 بيتا. وتلخص الاجتماع بضرورة الدعوة العاجلة لعقد اجتماع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في قلنسوة لوضع استراتيجية مشتركة في محاولة للتصدي لآلة الهدم الإسرائيلية، بالإضافة إلى الدعوة لعمل تطوعي لإعادة بناء المنازل التي هدمت بمشاركة البلدية وجميع القوى الوطنية وأصحاب المنازل. ويذكر طبعا أنه حضر هذه الجلسة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية السيد محمد بركي وأعضاء لجنة المتابعة ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وأعضاء البلدية، بالإضافة إلى ناشطين من مختلف القوى الوطنية في المدينة. يعني قضية وموضوع جدا مهم، ومع الأسف أنه في الآونة الأخيرة ما زلنا نسمع ولم يغيب شبح الهدم عن بلداتنا العربية. سنتابع بكل تأكيد. ولمرة الثانية يعني سبق وشهدنا الحرية واحد رقم واحد، أما الآن الحرية رقم الاثنان، الإفراج عن ركاب الحرية اثنان والإبقاء على القبطان. أوقفت بحرية الاحتلال أمس سفينة الحرية رقم اثنان التي انطلقت في رحلة بحرية قبل ظهر الأمس من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص، سعيا إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. واعتقلت طاقم السفينة الذي يتكون من 8 أشخاص. وفي تفاصيل إضافية لهذا الخبر ولهذه القضية، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أوقف السفينة واعتقل ركابها بزعم خرق الحصار البحري على قطاع غزة. وقال الجيش أنه اقتادهم إلى القاعدة البحرية في أسدود للتحقيق، ومن ثم عاد وأفرج عنهم باستثناء قبطان السفينة الذي بقي رهن الاعتقال. ويضم طاقم السفينة 11 مواطنا فلسطينيا، معظمهم من المرضى والجرحى وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، منعوا من السفر ومن تلقي العلاج ومن استكمال دراستهم في محاولة لكسر الحصار وتلقي العلاج في الخارج. أما الخبر التالي بخصوص نتنياهو، وهو يعني خضع مدة 4 ساعات للتحقيق بملف الفساد. تفاصيل هذا الخبر، خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء وللمرة العاشرة منذ مطلع العام الماضي لتحقيق استغرق مدته 4 ساعات في قضايا الفساد. وفي تفاصيل إضافية أيضا لهذه القضية، يذكر أن التحقيق مع نتنياهو تركز في القضية التي أطلق عليها الملف 4000، وواجه خلالها محققو الشرطة والسلطة للأوراق المالية بشهادات ومواد قدمت لهم من قبل شاهدي الملك نير حافتس وشلومو فيلبر. وبالتزامن مع التحقيق مع نتنياهو، خضع مالك شركة بيزك وموقع والله الإلكتروني شاول ألوفيتش وزوجته إيريس للتحقيق في مكاتب وحدة لهف 433. ويشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحقيق في القضيتين الأخريتين اللواتي أطلق عليهم الملف 1000 والملف 2000، وذلك لجملة من الأسباب بينها شهادة حافتس والتفاصيل الجديدة التي قدمها المحققون. نعم. أما الخبر الأخير، يعني مبادرة كانت من النائب الطيبي ويوم دراسي في الكنيست حول التحديات الصحية للعرب في البلاد، بمبادرة من رئيس لجنة تشغيل العرب والمساواة الاجتماعية في الكنيست النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير عن القائمة المشتركة. عقدت في الكنيست بالأمس جلسة خاصة، وذلك عقب نشر معطيات جديدة تشير إلى أن وضع
الجماهير العربية في البلاد من الناحية الصحية متدنٍ جداً بالمقارنة مع أواسط أخرى. وحول هذا الموضوع ولسماع تفاصيل إضافية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي النائب الدكتور أحمد الطيبي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، اهلا فيك معنا. يعني الدكتور، بالحديث عن هذا اليوم الدراسي الهادف واللي موضوعه جدا يعني مرتبط وبشكل مباشر مع احتياجات المجتمع العربي، نسمع من حضرتك عن الاطراف الرسميه والشعبيه اللي شاركت اللي دعيت الى هذا اليوم، وايضا عن ابرز المعطيات اللي تناولتوها المتعلقه باوضاعنا الصحيه في الداخل الفلسطيني. نعم، كان هذا اجتماع مميز وخاص وهام بنفس الوقت. لأول مرة يبحث الكنيسة عن الوضع الصحي للمواطنين العرب، للعرب في هذه البلاد، والأرقام التي طرحت هي أرقام مرعبة، مخيفة، مقلقة، بمعنى أن هناك فرق 4 سنوات في معدل العمر بين اليهود والعرب، 79 عقبال 83، وهناك فرق شاسع بين نسبة المصابين والمصابات بالسكري وضغط الدم والسمنة الزائدة وأمراض القلب عند العرب بالنسبة بالمقارنة مع اليهود، أي أن العرب مرضى أكثر ويعيشون أقل. حضر هذا الاجتماع نائب وزير الصحة ليتسمان. الاجتماع والجلسة الخاصة عقدت بالتعاون مع جمعية تطوير الصحة والمجتمع العربي التي يرأسها الصديق بروفيسور بشارة بشارات والأخت عناق مواسي من جمعية من نفس الجمعية والمجلس النسائي للعربية للتغيير، وتحدث فيه حوالي 40 متحدث من مستشارين وأخصائيين وباحثين وأطباء وطبيبات وطلاب كليات الطب وجمعيات المجتمع المدني، جمعية الجليل، أطباء من النقب، كلهم ركزوا على جهات معينة من وجهة نظرهم حول هذه المعطيات، إلى جانب حشد كبير من النواب عربا ويهودا الذين تفهموا أن هناك يوجد مشكلة تحتاج إلى حل وإلى خطة طارئة لمعالجة هذا التدهور الصحي. نعم. أبرز التوصيات والخطوات المتابعة لهذا اليوم الدراسي، وكلمة أخيرة منكم دكتور. أولا، هناك حاجة لميزانيات خاصة لمشروع وخطة لمواجهة هذه الأرقام وهذا التدهور الصحي. ثانيا، ضرورة، وهذا ما وصلنا فيه، أن تكون هناك خطة طارئة خمسية من قبل الحكومة لرفع مستوى الوعي الصحي في الداخل، وبالمقابل علاج هذه الأمراض لدى المجتمع العربي، زيادة ملاكات وتخصصات أطباء العائلة، استيعاب عدد أكثر من الأطباء، في نقص في الأطباء من جهة، وأطباء عرب عاطلين عن العمل من جهة أخرى، هذا الشيء ونقيضه. هناك حاجة أيضا لأكثر دورات لإعطاء الفرصة للأطباء العائدين لإجراء امتحانات في مستشفيات عدا عن مستشفى شارون ومستشفى صفد ما قبل الامتحان. كل هذا طرح أمام الوزير الذي اعترف بوجود مشكلة وأن الأرقام صحيحة، وما من شك أنه سيتم متابعة ذلك بعمل مشترك بيننا وبين جمعيات المجتمع المدني أمام وزارة الصحة والوزارات الأخرى. يعطيكم ألف عافية دكتور على هذا المجهود، وإن شاء الله دائما كما عودتونا يصب في صالح المجتمع العربي والمجتمع في الداخل الفلسطيني ككل. شكرا لحضرتك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي النائب دكتور أحمد الطيبي.